انا بعمل ايه؟ انا صامت. والله بالظبط المساله بالنسبه لي ده العالم. العالم شايف المشاهد اللي حضراتكم كنتوا بتشوفوها من شويه وصامت. هو بيشاور كده. يعني تقول له ايه؟ هناك خطر وكارثه انسانيه، فيقول لك ايه؟ علينا ان نوقف الحرب. يعني يجب ان نتعاون جميعا لوقف الحرب. اتفضل يا سيدي ده على الهوا. قول لي بقى جو بايدن رأيه إيه في المشهد العظيم ده؟ قول لي إيه رأي أولاف شولتز في المشهد العظيم ده؟ قول لي إيه رأي كل العالم في اللي بيجرى؟ ده دلوقتي 1 2 3 4 واضح إن ده قصف صاروخي مباشر. بس خلاص أهو أهو، وعلى ما يبدو ده مش إسقاط من طائرات، ده قصف صاروخي مباشر. ادي 4 رشقات على طول، تك 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 تك، سامع صوت كمان ضرب مدفعية، والعالم صامت وهيفضل صامت وهيتفرج وهكذا، وكذب هيفضل مستمر وتزييف هيفضل مستمر، واعلام غربي حقيقي لا يحمل اي ضمير ولا يحمل اي مهنية، يعني اعلام بجد كذاب كذاب. واعلام يدعي الديمقراطيه، يعني لازم تشوف هم بيعملوا ايه، والله بكلمك بجد، مع اي حد يختلف مع وجهه نظرهم، اي حد. عايز تعرف يعني ايه اعلام امريكي كذاب ومنحاز ومتطرف؟ اتفرج على اللي حصل مع اي حد ايد ولو باشاره بسيطه حق الفلسطينيين في المقاومه، ولو باشاره بسيطه، جوه CNN وجوه فوكس وجوه CBS وجوه ABC، يا نهار اسوخ. طب بلاش، الناس كلها دلوقتي او يعني مؤخرا يمكن قريب بدات الناس تعرف بيرز مورجان وما الى ذلك. وبيرز مورجان ده الحقيقه من اكثر الناس تطرفا اللي انا شفتهم في حياتي. سيبك بقى من التهجيصه الكبيره بتاعت وانا ضد العدوان على العراق وضد ضرب العراق والتدخلات الامريكيه في العراق. في ناس كتير انا دايما بقولها وبالنسبه لي ده يعني من مداعي فخري الذاتي، يعني انا راجل ماركسي، يعني الماركسيين الحقيقيين دايما كانوا حتى يتريقوا على حزب العمال البريطاني، مفترض ان حزب العمال البريطاني ده حزب اشتراكي يعني. فاحنا بالنسبه لنا انه اسوأ الاحزاب، خد بالك، اسوأ الحركات، اسوأ الحركات اليمينيه في شرق اوروبا افضل بكثير من حزب العمال البريطاني من اللي بيعمله يعني. احنا رجعنا تاني على فلسطين، يعني احنا قاصدين نسمعكم ونوريكم ده مباشر من فلسطين. حتى انا احب ان احنا واحنا بنعرف ده على الشاشه نبقى كاتبين مش غزه بعد اذنكم، حتى يعني ده تصوري برضو زملائي قادرة يمكن بقواعد اخباريه، لكن غزه فلسطين. يعني انا مش عاوز يا جماعه نبقى بنخلق فصل مصطلحي بانه غزه حاجه تانيه غير فلسطين، غزه فلسطين، يعني خلي كلمه فلسطين قائمه يا جماعه. فهمني اقصد، انا بتكلم هنا والله ما بتكلم على البرنامج عندنا ولا قناتنا بس، انا بتكلم على كل الاعلام العربي على الاطلاق. ما تكتبش ابدا الان من غزه، غزه شرطه فلسطين، غزه جزء لا يتجزا من فلسطين. المحتل الصهيوني عايز ايه؟ عاوز يعمل عمليه فصل ذهني ما بين غزه وما بين فلسطين، ان غزه كوم وفلسطين دي كوم تاني خالص، ويعمل فصل تاني ما بين غزة والضفة، لا هي اسمها الضفة الغربية فلسطين، غزة فلسطين إلى آخره. يا هو ربنا يخليك يا عبد العظيم، صديقي وزميلي العزيز جدا قوي خالص، يعني مخرجنا الرائع.
قال لي غزة فلسطين. لازم كلنا كده، كلنا كده، مش بس في مصر، المنطقة العربية بالكامل. ما تكتبش غزة بس، ما تكتبش الضفة بس، اكتب شرطة داش فلسطين. المحتل عايز ايه والغرب عايز ايه؟ عاوز يفصلك طول الوقت. وبالمناسبة وبيشتغلوك وبيشتغلوني وبيشتغلونا كلنا، زي الهاشتاجات كده. عارف الهاشتاج باللغة العربية يسموه الوسم. فالوسم ده، الهاشتاج ده هو قاصد انك انت تكتب هاشتاج اسمه غزة او غزة. لا، اكتبها له غزة underscore Palestine. خلي كلمة فلسطين حاضرة دائما في الذهن العربي وفي الذهن العالمي، أراد أم لم يريد. الهاشتاج ده هيفرض نفسه، لكن تكتب له غزة بس انت عملت له اللي نفسه فيه، انه هيتعامل مع غزة باعتبارها شريحة مستقلة بعيدا عن فلسطين، افعل بها بقى ما اشاء. نقتلهم، نرميهم في البحر، ندفنهم، نخليهم تحت الركام، نهجرهم. لا، غزة فلسطين، رام الله فلسطين، الضفة فلسطين، أي مدينة أي قرية اكتب جنبها فلسطين، فتظل دائما حاضرة. بالوقت ده هيخلق ما نطلق عليه كده، يقول لك السيرش انجن اوبتمايزيشن. فلما هتكتب فلسطين هتطلع لك الخريطة بتاعت فلسطين، مش هيطلع لك حاجة لأنه ما فيش حاجة، لأن هو بيعمل إيه؟ بيعمل العكس. وعاوزك لو كتبت فلسطين روح مطلع لك خريطة مكتوب عليها إسرائيل. اتبرجل أنت بقى.